سلام المسيح يأمر لكم أحبتي جميعا. هلموا لننظر أين يولد المسيح. في هذه الاحتفالات التي نتحضر إليها وهذه الأيامات المباركة، نود أن نسير معكم مسيري روحيي يومي لنتأمل في أحداث الميلاد. حدث الميلاد هو حدث ميلاد الإنسان المخلوق سابقا على صورة الله ومثاله، حدث ننتظره بفرح ولهفة في كل عام نتحضر إليه. نشتغل كثيرا في الترتيبات والمظاهر، ولكن للأسف أحيانا ننسى جوهر العيد وصاحب العيد السيد المسيح. هنا وفي هذه البقعة الطاهرة بالتحديد تلاقت السماء والأرض، لأن الإنسان الذي ترنمت به الملائكة سابقا وشهدت له الطبيعة هو اليوم في هذا الإنسان الجديد يسوع المسيح. ستسجد له كل البشر متأملين في عظمة هذا الحدث العظيم وفي بساطة الشخص هذا الموجود في مذود لأجل خلاصنا. هو الإله الغير محصور والغير منظور، صار بإرادته محصورا منظورا لكي يعطينا حياة أبدية أفضل من هذه الحياة. فكيف لا نتأمل في الميلاد، في معانيه، في روحانيته، في عمقه وبساطته وبفرحه؟ كيف لا نسير مع هذا الشخص يسوع المسيح الذي أحبنا منذ اللحظة الأولى فجاء ليشاركنا هذا الحب، فوضع خيمته بيننا كما يقول يوحنا في إنجيله، فصار واحدا منا في كل شيء ما خلا الخطيئة. ولماذا؟ لأن ميلاده من يصفه؟ فتعالوا أحبتي نسير معا بعمق في هذا الحدث من خلال تأملنا في نصوص الكتاب المقدس لنقرب المسافة بيننا وبين المسيح ونصل إليه يوم ميلاده ونحن في ملء المعرفة الحقيقية وبقلوب مستعدة لنهتف له قائلين مرانة تعالى أيها الرب يسوع